محترم سامعین، آج کی ہماری اس مجلس کے تیسرے مساہم ہیں، فرع اول کے مساہم نمبر دو، مولوی انس کندھاروی، متعلم درجہ تخصص فی القراءت. میں مولوی انس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تلاوت پیش کرے. دیوانگی یہ شوق میں وہ نغمہ کر بلند، دیوانگی یہ شوق میں وہ نغمہ کر بلند، ایک روح دوڑ جائے رگے کائنات میں. انا اقرأ برواية هشام عن الامام عبد الله بن عامر الشامي من طريق ازرق الجمال عن الحلواني من كتاب المبهج لسبط الخياط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات.
وهو على كل شيء قدير.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما وما لكم لا تؤمنون بالله وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو هو الذي
وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما تحتها الأنهار
أنا أقرأ برواية هشام عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق أزرق الجمال عن الحلواني من كتاب تلخيص العبارات من كتاب التلخيص لأبي معشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. أنا أقرأ برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق ابن أبي مهران عن الحلواني من كتاب السبعة لابن مجاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. رواية هشام عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من كتاب التلخيص لأبي معشر، سند بيان كيجيه. قرأ بها أبو معشر على الأصبهاني، وقرأ بها على أبي حفص الطبري، وقرأ بها على النقاش، وقرأ بها على أزرق الجمال، وقرأ بها على الحلواني، وقرأ بها على هشام، وقرأ بها على أبي سليمان أيوب بن تميم التميمي، وقرأ بها على يحيى بن الحارث الذماري، وقرأ بها على الإمام عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى، وقرأ بها على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقرأ بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل الأمين، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين. یہ مولوی انس کندھاروی جو اپنی روح پرور تلاوت سے ہماری مشام جان کو معطر کر رہے تھے، دوران تلاوت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کہیں کہیں موصوف کا گلا ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، اس کے باوجود عزیزم نے لہجے کو نبھانے کی بہت کوشش کی. کہا جا سکتا ہے فتح و شکست تو مقدر سے ہے ولی امیر، مقابلہ تو خوب کیا دل ناتواں نے. اللہ تعالیٰ موصوف کی اس تلاوت کو قبول فرمائے اور اس فن کی آبیاری کے لیے آئندہ توفیق اور اسباب مہیا فرمائے.